السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفيديو سنرى Relational Operators. هذا نوع من الأوبريتور حيمكن من المقارنة بين المتغيرات، مثلا equal equal. هذا النوع من الأوبريتور حيقوم بمقارنة الـ A مع الـ B، هل الـ A تساوي B؟ والنتيجة هي false، لأن عندي متغير A يحتوي على القيمة 10 ومتغير B يحتوي على القيمة 20. لو استعملت هذا الأوبريتور، الكمبيوتر حيقول هل الـ A مختلف عن الـ B؟ النتيجة طبعا نعم. من هو الأكبر؟ هل الـ A أكبر من الـ B؟ النتيجة طبعا هي false. إذن هذا الأوبريتور يستعمل للمقارنة من هو الأكبر. هذا هل هو أصغر؟ طبعا هنا عندما نكتب هذا الكمبيوتر حيسوي هل الـ A أصغر من الـ B؟ والنتيجة هي طبعا true. أكبر أو يساوي، أصغر أو يساوي. هل الـ A أكبر أو يساوي B؟ النتيجة هي false. هل الـ A أصغر أو يساوي B؟ النتيجة هي true. هام جدا أن تفرقوا بين equal equal و equal فقط.